On you here for a second. So this is about 80 times as wide as the Earth. If you're looking at the Earth on this scale, it's about that large. So this is an incredible chunk of the sun that's flying out. What happened? وفي عام 2015 أصبح حجم البقعة الشمسية ما يقارب من 500 إلى 1000 ضعف حجم الأرض. نرى في المقطع التالي الشمس شبه مغطاة بالبقعة الشمسية. مقطع العاصفة المغناطيسية. هناك انفجارات شمسية أخرى ترسل أشعة إكس، وأشعة إكس معروف أنها خطيرة، هي نفسها المستخدمة في المستشفيات، ومعروف أنها يعني ليس بإمكان أي شخص أن يتعرض لأشعة إكس. سيد محمد، نعم، في الحقيقة نعم، لها تأثيرات قد تصل إلى الخطورة أحيانا. مثلا أول شيء يحدث هو اضطراب في المجال المغناطيسي الأرضي، حتى البوصلة تتأثر، المؤشر الشمال في البوصلة يتأثر، هذا أول تأثير. التأثير الثاني هو على شبكات الكهرباء، خطوط الضغط العالي التي نراها أحيانا في الشوارع نتيجة الاضطراب المغناطيسي الذي يحصل في الأرض، تتولد تيارات كهربائية في خطوط الضغط العالي، وبالتالي يتأثر الشبكة وقد ينقطع التيار. وهذا حدث قبل حوالي 50 سنة تقريبا، مقاطعة بأكملها في كندا انقطع عنها التيار الكهربائي لأن المحول الرئيسي لفترة محددة فقط هو انحرق المحول، يعني انقطع الكهرباء تمام، المحطة أتلفت. لولا وجود كان خطة احتياطية للحصول على الكهرباء من مكان ثاني وإلا كانت مشكلتهم كبيرة. تأثير ثاني، الجي بي إس تصلنا هذه الانبعاثات وتحدث. طيب هل هناك إجراءات يمكن يعني تقليل من حجم التأثير من هذا؟ بالضبط، في الواقع في الحقيقة لا توجد الكثير ما يمكن أن نفعله، يعني هذه انبعاثات عملاقة وتأثيراتها كبيرة. هناك عاصفة واحدة فقط قوية بما يكفي لتحيط بالكوكب بأكمله، مصدرها الشمس. عندما تضرب الأرض فإنها ستدمر أشكال الحضارة كما نعرفها. هذه العاصفة هي العاصفة الشمسية. ستستهدف هذه العاصفة التقنيات التي نملكها لتحرمنا من كل ما هو أساسي كالماء والضوء والحرارة، وستؤدي بعالمنا إلى كارثة. بعد ما رأينا المقاطع واتضحت لنا آثار العاصفة الشمسية الضعيفة، هذه ضعيفة بالنسبة لو انفجرت البقعة الهائلة في الشمس التي في الشمس ستحدث يعني زلزال قوي وقذف ومسح وخسف أقوى من ليس على مستوى المكسيك، على مستوى العالم. بعدما رأينا المقاطع واتضحت لنا آثار العاصفة الشمسية الضعيفة، فهذه حسب ما أرى والله أعلم لأنها عاصفة شمسية ضعيفة نتيجة ثوران الشمس المتزايد أو انفجار بقعة شمسية صغيرة، وليست بسبب انفجار البقعة الشمسية الهائلة التي بالشمس حاليا. ولعل الله تعالى بفضله وكرمه أمهلنا وجعل بداية العاصفة الشمسية ضعيفة وفي دول أخرى لكي ننتبه قبل أن تحدث العاصفة الشمسية العملاقة. وأول ما نقوم به طبعا هذا بفضل عز وجل وكرمه نجعل، فهذا الفضل أول ما نقوم به هو التوبة إلى الله تعالى والاستعداد للقائه بالإمام الصحيح والعمل الصالح.